الله أكبر يا ناس، ما يخلي الناس تقول الله أكبر، الله أكبر على الكنيسة مصراتها، الله أكبر، الله أكبر على الكنيسة مصراتها. هنا ظل أبناء العقيد معمر القذافي لرتح من الزمن يستمتعون بمسرات لا تتوفر لغالبية الليبيين الساحقة. وفيما تفتقر أجزاء واسعة من ليبيا لخدمات أساسية تشمل حتى الماء الصالح للشرب، بددت الجماهيرية بسخاء أموال النفط على اصطياف عائلة القذافي. لما دخلنا الاستراحة هذه وجدنا حاجات يعني خيالية بالنسبة لأهل ليبيا. أثاث من الجلد الفاخر وغرفة نوم كل شيء فيها محشو بريش النعام من مخدات وسرير، فيما عكس الحمام هوسا للطرف المفرط فتكلفته تعادل ثمن شقة في طرابلس. شوف الوسادة هذه، الوسادة هذه بريش النعام. شوف إقامة أخرى فاخرة للمعتصم في طرابلس تمتد على مساحة واسعة، سور مرتفع يظهر القطيعة مع الشعب، وفيلا فاخرة وسط حديقة غناء، أشجار ظلها ظليل ونخيل وزهور. وفي الداخل تناثر الأثاث الفاخر والزجاج إثر مقاومة محدودة لاقتحام منزل يكفي ثمنه لسد حاجيات آلاف العائلات الليبية في العيد. من شابه أباه فما ظلم. المعتصم أقام أيضا منزلا ومستشفى تحت الأرض. سنرى كيف سنكتشف هذا العالم. المبنى المحصن تحت الأرض تناثرت فيه أكوام من الركام، بقايا أثاث وملابس وأغراض شخصية نهبت بعضها حشود غاضبة ولجت المكان مع الثوار. وثائق سرية ومجلات عكست ولع المعتصم بمواكبة الموضة ومستشفى مجهز في حالة الطوارئ، رغم أن المبنى صمم ليحتمل حتى ضربة نووية. الوصول إلى هنا لم يكن يتاح إلا لخاصة الخاصة في بطانة العقيد معمر القذافي وأبنائه. هذه الاستراحة الخاصة بصفية زوجة العقيد القذافي، وإلى الأعلى نشاهد الاستراحة الخاصة بمحمد الابن البكر. وفي انتظار تسليم هذه المقرات للحكومة الشرعية يستمتع الثوار بالإقامة في أماكن كهذه، قالوا إنهم يعرفونها في الأفلام فقط. خليل الجدود العربية، طرابلس.